أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ندوة المغاربية، سنخصصها للحديث عن مستقبل حركات الإسلام السياسي، هذه الحركات التي ملأت الدنيا وشغلت الناس منذ بروز الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في بدايات القرن الماضي. وعلى امتداد قرن من الزمن انتشرت الحركات الإسلامية السياسية في الخارطة العربية والإسلامية، ودخلت في صراع مع السلطة الحاكمة طارة وهادنتها أخرى، كما ألهبت الشارع في مناسبات عديدة. بعد الربيع العربي وصلت الحركات ذات المرجعية الإسلامية إلى دوائر القرار في بعض الدول العربية، فنجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر. فما أسباب فشل بعض الحركات الإسلامية السياسية، وما هو مستقبل هذه الحركات ضمن الإطار العربي والإطار الإسلامي؟ للتعليق على هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ جلال الورغي، مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية. مرحبا بك أستاذ جلال. الأستاذ عبد العزيز الخميس الإعلامي، مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. الدكتور أحمد عجاج الكاتب والأكاديمي، شكرا لك دكتور ومرحبا بك. لو أبدأ معك أستاذ عبد العزيز الخميس فيما يتعلق بهذا الموضوع والحديث عن واقع هذه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أو ما يعبر عنه بالإسلام السياسي، كيف يمكن أن تشخصه؟ بالطبع كما قلت في مقدمتك أن الحركات الإسلامية نجحت في الوصول شعبيا إلى مساحة داخل الرأي العام العربي، وانتشرت مفاهيمها. وبالطبع هذا طبيعي، لأنه المجتمع العربي مجتمع متدين بطبعه، محافظ ومحافظ، وبالتالي هذه تروق له هذه الأفكار التي كانت تتحدث أيضا أو تحاول أن تجذب الرأي العام بأفكار أقرب إلى الشعبوية ومزجها بالدين، والحديث عن الكرامة، العزة، عودة الإسلام، الأصولية، العودة إلى الأصول، أن العزة في الإسلام، أن نهوض هذه الأمة يجب أن يكون عبر المفاهيم الإسلامية فقط والعودة إلى الأصول. هذا كان واقع القديم التي جذبت به وعبره الرأي العام أو معظم قطاعات الرأي العام، لكنها بعد أن بدأت في العمل حقيقة في الشارع، إضافة إلى أن الوعي داخل المجتمع العربي تطور، والتعليم، نسبة التعليم بدأت في الارتفاع بشكل متسارع، بدأت أو نلاحظ الآن أنها تعاني من هذه المشكلة، وهي مشكلة البقاء كما كانت داخل العقل العربي. والبقاء لا مش فقط في المعارضة، هي جربت أيضا الحكم وفشلت، ولاحظنا كثيرا، إلا أنها إذا بوركت برعاية ملكية كما في المغرب تستمر في النجاح، نعم، ويتم إبقائها قيد الحياة، لكنها في معظم الدول العربية تعاني كثيرا. معاناتها يعني بقائها بتقديرك ليس ذاتي، يعني ليس إذا كان ذاتي، هناك من يحميها كالملكية ممكن تستمر، لا توجد برامج، هي ممكن تنجح في حالة تضافرها مع القوى الوطنية، في حالة تنسيقها وترتيبها، نعم، في حالة أنها تستطيع البقاء حية وناجحة في ظل أولا تغيير مفاهيمها المتجمدة والمتخلفة والصلبة التي لا تريد أن تتزعزع، نعم، في فهمها للتحول والتغير الاجتماعي خاصة لدى قطاعات الشباب، في تسليمها بأهمية الديمقراطية وأهمية الحريات، نعم، وفي عدم تمسكها بأنها هي الطريق الوحيد إلى رضا الله والطريق الوحيد إلى النجاح والعزة والكرامة، بل أن العزة والكرامة تكون في مفاهيم أخرى أيضا مختلفة، وأن أيضا فهمها الآخر وإيمانها بالتوافق داخل المجتمع. يعني فشل مثلا التجربة الليبية ناتجة عن عدم التوافق، لكن في تونس كان هناك توافق فاستمرت، في مصر استمرت التجربة، في مصر فشلت فشل ذريع لأنها رفضت التوافق ورفضت التعددية وحاولت أن تقيم دستور إسلامي أو إسلاموي لنكون دقيقين، في محاولة أيضا الاستحواذ على الحكم بشكل ديكتاتوري أكثر، ونلاحظ الآن المشاكل في تركيا. نعم جلال الورغي، يعني حديثنا عن واقع هذه الحركات السامية، وهل تتفق مع الأستاذ عبد العزيز حينما يقول أن هذه الحركات
استمرارها في الحكم ليس بدافع ذاتي وأسباب ذاتي، إذا كان هناك من يسندها ممكن تستمر، إذا بقيت وحدها كما ذكر أمثلة فتسقط ويبين فشلها. هو في الحقيقة الحديث عن الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي يحيل الحديث على التجربة السياسية العربية الحديثة. التجربة السياسية العربية الحديثة مرت بمراحل وحقبات، ساد في فترات منها التيار القومي العروبي ونجح وملأ الشارع، وبالتالي هذا فقط يحيلنا على نقطة أنه ليس بالضرورة الحركات الإسلامية لأنه المجتمعات محافظة لذلك هي موجودة ومترسخة. لا، في فترات تاريخية حقبات تاريخية ما كان التيار القومي أكثر رسوخ حتى الحزب الشيوعي كان عنده وانتشار، ثم جاءت مرحلة اليسار أو الماركسي. نعم. وفعلا شهدت موجة الخطاب الثقافي السياسي تحولت موضة، انتقلنا من حقبة القومية إلى حقبة اليسارية، ثم جاءت مرحلة التيار الإسلامي. هذا أردت أن أقوله حتى ننظر إلى هذه القوى الاجتماعية باعتبارها قوى من المجتمع يفرزها من حين لآخر، يعني تفشل أو لا تستجيب قوى وطيارات صاعدة لتطلعات الشعب التنموية والديمقراطية والنهضوية يستبدلها بأخرى، وهكذا بالتالي يجب أن ننظر إلى التيار الإسلامي باعتباره تيار اجتماعي تاريخي يخطئ ويصيب كبقية التيارات الأخرى، يمكن أن يتراجع ويمكن أن يتقدم. طيب. النقطة الثانية التي يجب الإشارة إليها هو في تقديري أنه التيار الإسلامي اليوم في العالم العربي أو ما يسمى بالإسلام السياسي هو مشكل وهو حل. مشكل لأنه هنالك أزمة وعجز على التعامل مع هذا التيار، هنالك نخب وهنالك قوى سياسية وهنالك مجتمع دولي إلى حد الآن عجز عن إيجاد المعادلة السليمة للتعامل مع هذا التيار. في نفس الوقت نفي أمر يحيل على الاستبداد، يحيل على الدكتاتورية، يحيل على الأقصاء، يحيل على عدم اعتراف بقوة مجتمعية. طيب. هي جزء من النسيج المجتمعي العربي. العجز عن العجز ذكرته عن التعامل معهم بسبب فين؟ عجز النخبة عن فهم هؤلاء القادمون الجدد اللي هم الحركة الإسلامية، أم عجز في طريقة التعامل الآخرين ليس لهم رؤية أو منهج يعني شيء يمسكون منه يعني. لا، هو الأسباب كثيرة في الحقيقة، هذا يحيل إلى نقطة أخرى متفرعة كثير، ولكن نستطيع أن نقول أن هنالك مثلا القوى الخارجية تعتبر أنه هذا تهديد لمصالحها، القوى علمانية نخبوية تعتبر أنه تهديد للدولة المدنية أو للنمط المجتمعي السائد، رغم ما فيه من يعني ضعف وما فيه من مآخذ هذا المنوال المجتمعي، ولكن هنالك قوى تدافع عنه بشراسة خاصة ما يسمى بالقوى العلمانية. إلى جانب هذا هنالك سوء فهم أيضا، هنالك عدم قدرة على فهم هذا التيار، ولكن إلى جانب هذا هنالك طبعا ما يسمى بالتخندق الأيديولوجي الذي يمنع القدرة على الفهم والتعامل والتعايش والاستعداد للتعايش مع هذا التيار. ولكن في كل الأحوال تقديري هذا التيار مازال قوة مجتمعية اليوم حقيقية يجب البحث على المعادلة السليمة للتعامل معه، وبالتالي يجب نفي فكرة التعامل الأمني، يجب فكرة التعامل الأقصائي، وإنما فكرة الإدماج والاندماج لأنه هذا جزء من المجتمع الذي لا يمكن تجاوزه. دكتور أحمد، أود رأيك كذلك في نفس الإطار عن واقع أنت كيف تنظر إليه، كيف يمكن تشخصه، واقع الحركات ذات المرجعية الإسلامية أو الإسلام السياسي كما يعبر عنه؟ أنا أعتقد برأيي أن الأمور معقدة بالنسبة للإسلام السياسي وبالنسبة للديمقراطية في العالم العربي، لكن نتحدث عن الإسلام السياسي. هناك طريقتان للسلطة وهي جربها الإسلام السياسي، وهي طريقة السودان الوصول إلى السلطة عبر انقلاب عسكري وفرض الأمر الواقع وتصفية المعارضين، وهي طريقة لينية وتنجح بها، وطريقة ثانية هي الوصول إلى السلطة عبر تداولها بانتخابات شرعية. هنا في إشكالية كبرى، أنه عندما أنت
تريد أن تمارس عملية ديمقراطية في مجتمع لا توجد فيه الأصول الأساسية للديمقراطية التي تتطلب أحزاب واعية وخبرة في الممارسة الديمقراطية، وتتطلب أيضا جهاز دولي بيروقراطي محايد، يعني جهاز يتبع السلطة الشرعية وليست القيادة التي تمسك مفاصل الدولة كما نعرف في العالم العربي. لذلك عندما تأتي السلطة، عندما يأتي الحزب الإسلامي إلى السلطة عن طريق أصوات الناس، وهناك إشكالية كبرى في مجيئه إلى السلطة، وأنا أتفق مع الأخ عبد العزيز بأن مشروعهم فيه إشكالية ونتحدث عنه لاحقا، لكن الآن عندما يأتون إلى السلطة يصطدموا بواقع الدولة، ويصطدموا أيضا بأن أحزابهم ليست الأحزاب الحقيقية المعدة بطريقة ديمقراطية، ويكتشفون أيضا أن هناك قوى أخرى ممانعة وهي علمانية وغيرها لا تريدهم لأنها تخشاهم، وبالتالي تصبح المواجهة بينهم وبين العلمانيين والليبراليين والدولة التي يسموها عميقة والتي غير هي ديمقراطية ولا يوجد فيها بيروقراطية تستفيد من هذا الصراع، وتفشل التجربة الإسلام السياسي ولا يحقق الغرض منه، وهذا بدوره يعمق أزمة المجتمع أكثر ويعيدنا إلى دورة الاستبداد. الإشكالية الحقيقية الآن أنا برأيي بالنسبة للتيار الإسلامي بعدما شاهدناه في الربيع العربي هو أن مشروعه وخطابه يجب أن يكون أكثر يعني تقدمية وأكثر وعيا لتطورات المرحلة. يعني أنت نحن نرى أن نفس الخطاب لم يزل سائدا كما كان في السابق، هناك تغييرات لكنها تغييرات يعني في الشكل وليست في المضمون. لذلك أنا أعتقد أن هناك كثير من الأمور التي يجب أن يشتغل عليها العاملون في الحركة الإسلامية لتصحيح المسار، وأيضا يعرفوا طبيعة الدولة قبل أن يدخلوا في التداول السلمي. أستاذ عبد العزيز، هل من خلال متابعة خاصة الآن بعد وصول بعض هذه الحركات الإسلامية إلى الحكم ثم الانسحاب منه كل بطريقة والبعض بقي، هل بتقديرك هذه الحركات الإسلامية لديها قراءة واقعية للواقع، قراءة براغماتية تبني عليها تعاملها مع الواقع بكل أشكاله وبكل أبعاده، أم عندهم صورة خلنا نقول نمطية حاصلة في أذهانهم يريدون تنفيذها ولو أن لها تصادما مع الواقع الذي يعيشون فيه؟ بالطبع لا يمكن أن نعمم أن جميع الحركات الإسلامية تعمل بطريقة واحدة وموحدة، هذا واحد. اثنين، كلام الأستاذ وصديقي جلال مهم، ولكن هو نسي أن التحديات التي تواجهها الحركات الإسلامية ليست فقط من الخارج، ليست من الآخر، بل من داخلها نفسها. أولا وأهم نقطة يتجه لها المحلل، الحركات الإسلامية لا تقاتل تيارات الليبرالية، لأن التيارات الليبرالية في العالم العربي ليست بذات تلك القوة التي تستطيع إزالة الحركات الإسلامية من الحكم. مثلا من خرج في مصر ضد حكم الإخوان لم يكونوا كلهم ليبراليين أو علمانيين، بل كانوا مواطنين بسطاء وأيضا ناس من الشعب. المشكلة يعني أس البلاء في الحركات الإسلامية عدم قبولها بمفهوم الوطن بالوطنية. لاحظنا دائما أن أفكار الإخوان المسلمين خاصة تقف ضد مسألة الوطنية، فبالتالي أيضا تستفز شعور المواطن والشعور الذي اعتاد على أو مفروض أن يخلص لبلاده ولوطنه وأن يكون وطنه أولا. فهذه المشكلة، مشكلة الأممية أيضا أثرت على الحركات الإسلامية. إضافة اقتران الحركات الإسلامية بالعنف، أكثر العنف الذي الآن في العالم يأتي من حركات إسلامية. صحيح في حركات أخرى تندد لا أيضا يعني العنف آخر مختلف، لكن بالنسبة لنا في العالم العربي معظم لا يمكن أن ترى الليبرالي يفجر نفسه في سوق أو في مكان عام. لا يمكن أن يكون هناك وطني حتى لو لم يحمل إيديولوجيا معينة، ولكن يعني تكررت وطنية كثيرا. يعني هل ترى أن الإسلاميين هؤلاء عندهم ليس لهم صلة بالوطن الذي يعيشون فيه؟ هم ليسوا وطنيون، يستغلون يعني مسمى الوطن للوصول للحكم فقط. أيضا لا أعمم، ممكن أن يكون بعضهم يشعر بأن وطنهم مهم جدا ويسعى لخدمة وطنه عن طريق المنهج الإسلاموي، لكن الأكثر والذي نحن نعاني منه والصدام الذي يحدث في العالم العربي هو مع الجهات التي تقف ضد مصالح الوطن والتي تفكر بشكل أممي. فبالتالي مثلا لو لاحظنا في تجارب كثيرة في دول الخليج أو في غيرها من الدول وحتى في مصر يأتي الصراع لأن هذه الحركات ليست مخلصة وليس أجندتها لا تتوجه للوطن فقط، بل هي لديها
ارتباطات بدول أخرى. رأينا مشاكل حصلت والقضايا التي رفعت على بعض المسؤولين في مصر من الارتباطات الأجنبية، إضافة المشاكل الأخرى التي تحدث والاتهامات داخل الحركات الإسلامية مثلا في الخليج العربي. مشكلة الانتماء أولا للوطن لم تحددها الحركات الإسلامية بشكل جيد ودقيق، ولم تضعها في سلم أولويات العليا، كانت فقط تفكر بأنها أن تصل إلى الحكومة تتحدث عن الأممية والحاكمية الإسلامية والخلافة. ولاحظ لو تذكرنا مرسي ومؤتمره الأخير الذي جر عليه ما جر، كان الحديث عن الخلافة والجهاد. فبالتالي عودة الحركات الإسلامية حينما تقبض على الحكم إلى مسألة الجهاد والخلافة، وهذا أيضا يثير مشاكل عديدة، وهذا يخيف يعني ويخيف يعني. لماذا يخيف؟ أولا ارتباط الحركات الإسلامية التي تحكم خاصة الإخوان المسلمين بالعنف والقاعدة، نعرف تماما الاعتراف مثلا اعتراف الظواهري بأن بن لادن هو نما وشب على يد عبد الله بن عزام وهو إخواني مدرسة الإخوان، اعتراف الشيخ القرضاوي بأن أبو بكر البغدادي كان من طلاب الإخوان ومن جنود الإخوان قبل. هذه الأشياء تسبب أبو بكر البغدادي، نعم هذا هكذا. كلام القرضاوي وهو مسجل موجود. هذه هي المشاكل. نحن نعرف تماما أن معظم الذي صحيح يأتي البعض يقول لا هؤلاء خرجوا من الإخوان، لكن البذرة هي العنف يجب التخلص منه بشكل قوي وملحوظ. نعم. إضافة أنهم حكموا في تونس وفي مصر، والحركات العنف ازدهرت ونمت بشكل جلال. يعني هذه نقطة مهمة أشار إليها الأستاذ عبد العزيز، مسألة علاقة الحركات الإسلامية والإسلام السياسي بمسألة العنف. الكثير يعتبر أن هؤلاء وإن خرجوا لكن في الأصل كانوا تابعين، وبالتالي مسألة تقاسم أدوار لا أكثر ولا أقل، هؤلاء يهادنون والآخرون يبرزون ما في. كيف الرد على هذا؟ مرة أخرى يعني، ولذلك لعل مقدمتي في البداية على أنه التيار الإسلامي هو تيار اجتماعي كبقية التيارات التي سبقت والتي لا تزال جزء منها إلى حد الآن موجود، أنها تيارات اجتماعية. عندما تصبح تحول إلى القوة الاجتماعية الأولى ليس بالضرورة أن تكون على قالب واحد، وإنما لها تعبيرات كثيرة، تعبيرات عنفية وتعبيرات معتدلة. هنالك تيار وسطي كبير، وهنالك على يساره ويمينه تيارات عنفية. هذا تقريبا نفس الشيء مع التيار القومي والتيار اليساري. ولا أحد يستطيع اليوم يقول وهو دارس للتاريخ أن ينفي عن أن التيار القومي مارس أشكال عديدة من العنف وهو في المعارضة وهو في السلطة أيضا. حركة البعثية والقومية والناصرية مارست أشكال كثيرة من العنف، بل وكان ينظر لها في تلك الحقبات لأن لها غطاء دولي ممثل فيما يسمى بالمعسكر الاشتراكي، ينظر لها على أساس أبطال. تشي جيفارا أنا في تقديري لو كان موجود اليوم لكان زعيم الإرهابيين ليس زعيم حركة التحرر، هذا مؤكد. هذا لا يعني تبرير العنف، أنا أفسر، أنا أتحدث عن التفسير. أيضا الطيارات اليسارية نفس الشيء، الطيارات كثير من الطيارات في العالم العربي وفي العالم مارست العنف، بل تعتبر العنف الثوري أصلا أيديولوجيا اسمها العنف الثوري. ولذلك واليوم جاءت حقبة ما يسمى بالطيار الإسلامي، هنالك الطيار وسطي عادة ما ينزع للمشاركة وللإصلاح، وهنالك طيارات على يمين وعلى يسار تمارس العنف وتتجه للعنف. المشكلة أنه غذى هذا العنف أنظمة استبدادية ديكتاتورية تحولت في كثير من الأحيان إلى زنزانات للتعذيب، زنزانات واسعة، الوطن كله تحول إلى زنزانة للتعذيب. أنظمة البعث يعني حولت البلدان إلى أنظمة للتعذيب وللتنكيل، هذا طبعا ولد حركات عنفية ردة فعل وليس الثقافة نفسها. وأكبر دليل على ذلك منظمة الشفافية الدولية، يعني العنف ليس ثقافة في الداخل، منظمة الشفافية الدولية منذ أسبوعين فقط أصدرت تقرير ربطت بين العنف وبين داعش وبين الفساد في العالم العربي، لم تربط بين البعض يتهم سيد قطب والبعض الآخر يتهم ابن تيمية والبعض الآخر ابن الجوزي والبعض الآخر القرضاوي. المشكلة أنه لا أحد
إلا قليل من النخبة خاصة عندما تكون علمانية له الشجاعة أن يتهم الأنظمة الفاسدة، لأنه في الحقيقة يشتغل في إطارها وضمنها، ولذلك تكون له الشجاعة أن يتهم أموات، كتاب أموات، مؤلفين اجتهدوا في كتاباتهم، قد تبحث هنا وهناك تجد سطر أو سطرين كأنك تريد أن تجعل من هذا منظر للطيار العنيف. الأمر الثاني وهو مهم جدا أشار له الأستاذ عبد العزيز أعرض إليه بإيجاز، هو مسألة العلاقة بالدولة. الحقيقة الدولة فعلا هو هنالك إشكال بين الطيار الإسلامي والدولة، كما كان إشكال بين الطيار القومي والدولة. جمال عبد الناصر قفز على مصر وأراد أن ينشئ وحدة عربية وأنشأ وحدة ثلاثية وأنشأ وحدة رباعية، ولذلك أنا في تقديري يجب أن نحذر من أمر هو أن نفرق بين الاشتغال في إطار الدولة الوطنية الحالية كمرحلة مؤقتة من أجل أن نحدث وحدة، هذا حق وهذا تطلع وهذا أمنية، ليس عيب أنا كعربي أن أطمح لأن أكون ضمن أمة عربية، ضمن وحدة عربية، أن لا أجد حدود بين الجزيرة العربية وبين المغرب العربي أو بين الشام، هذا حقي وهذا لن حلم لن أتخلى عنه، من حقي أنا أختنق أن أعيش في دولة في 10,000 كيلومتر مربع ثم أزعم وأقدم نفسي على أني عربي، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أننا نتحول إلى يعني عدم الإيمان بهذه الدول الوطنية باعتبارها حاضنة لتجارب متعددة لها خصوصية، وبالتالي هذه لا يجب أن تتحول إلى تهمة، وإنما في تقديري إلى مصر الآن يجب أن ينجز بالدرج وفي إطار إصلاحي. ليس سأعود إليك جلال إلى مصر الآن، معي من هناك المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ أسعد هيكل. أستاذ أسعد إذن مرحبا بك، حديثنا كما تعلم حول واقع الحركات الإسلامية اليوم خاصة بعد موجة الربيع العربي وصول البعض منها إلى الحكم ثم نجاح أو فشل البعض هنا وهناك. سؤالي عن مستقبل هذه الحركات بالنسبة إليك، كيف تنظر إليه، كيف تراه، أي مستقبل لهذه الحركات بتقديرك؟ يعني اولا اهلا بك يا استاذ سمير، ويعني بقالنا فتره ما تحدثناش معك. مرحبا، وخلينا اسجل احترامي واعجابي بادارتك لهذا البرنامج الهام. مرحبا، وايضا مرحب بضيفك وبمشاهدينك الكرام. في الحقيقه يعني اذا حبيت انك انت تضع يعني رؤيه مستقبليه للحركات الاسلاميه بصفه خاصه ثم بعد ذلك رؤيه اشمل للحركات الثوريه، علينا اولا ان نعود بعض الشيء الى الماضي، ولابد أن نتوقف عند بعض التجارب التي مرت بها هذه الحركات، وخليني أسميها التجارب الفاشلة. إذا أخذنا نموذج مثلا كجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي بدأت منذ عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا، هي بدأت بأفكار كأي حركة التف حولها الناس، الفكرة نفسها هي الفكرة نفسها قائمة على أسس خاطئة، وحينما أقول خاطئة حينما يتكرر الخطأ مرة واثنين بالتأكيد فإن هناك خطأ في الفكرة ذاتها، أقصد بذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبته جماعة الإخوان عام 54 تحديدا 1954 وقبل ذلك بعامين حينما تحالفت مع ما يسمى الضباط الأحرار حين ذاك في الحركة التوصيف الصهيوني الحركة الإنقلابية ضد الملك فاروق، ثم تحولت بعد ذلك إلى ما يسمى الثورة. في الحقيقة هذا الخطأ تكرر المرة الثانية عام 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتحالف أيضا مرة أخرى تحالفت جماعة الإخوان مرة أخرى مع المجلس العسكري على حساب في الحقيقة أهداف ومتطلبات وأحلام الثورة المصرية التي لم يتحقق منها شيء إلى الآن، وبالتالي علينا أن نبحث جيدا في أساس هذه الأفكار التي جعلت من مثل هذه الجماعة ومن يقتنع بفكرها جماعة منعزلة، جماعة منغلقة عن الحالة الفكرية وأيضا الحالة الثورية فيما يحدث الآن، ولازال هذا الأمر مستمر وقائم إلى الآن. وهذا الانغلاق في الحقيقة يجعلها لا تتفهم جيدا متطلبات الشعوب، فتجد أنه في أدبياتهم حتى أو في خطاباتهم
طيب لماذا أستاذ أسعد، لماذا بتقديرك كما تقول عجزت هذه الحركات الإسلامية والإسلام السياسي عن تفهم تطلعات وأمال الشعوب؟ يعني هو الإغلاق على مفهوم العشائرية والقبلية والجماعة. يعني حينما تجد مثلا في الأدبيات الأسيا، أقصد بذلك تعليم حسن البنا، هو يقول لهم أن هذه الشعوب جاهلة وأن عليكم أنتم أن تهدوها، هم يفترضوا في غيرهم الجهالة. وبالتالي تجد ذلك مثلا يتردد بعد أكثر من 100 عام أو حوالي 100 عام على لسان أحد زعماء هذه الحركة، تحديدا صبحي صالح وهو كان أحد قيادتها، فتجد ينصح شباب الإخوان في مؤتمر ومحفل كبير جدا يقول لهم لا تتزوجوا غير الإخوانية حتى إن كانت مصرية أو مسلمة أو متدينة. هذا هو الأساس، الأساس هنا أساس الفكرة الخاطئة التي أدت إلى الإنعزال أو ما يسمونه في تعاليمهم بالعزلة اللاشعورية، أن تجلس معه، أن تبتسم في وجهه، أن مع إخوانك المسلمين المهتدين. ده إحنا لمسناه في الحقيقة على أرض الواقع حينما حتى خرجنا. إحنا هنا أيدنا الإخوان في بداية رغم كافة أخطائهم حينما تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكنا نأمل في الحقيقة أن ينتصروا للثورة، لكن صدمنا بمثل هذه الأفكار التي ترددت في شعارات، وكأنهم كانوا حينما كنا نخرج من أعراضهم كأنهم كانوا يقاومون كفار، هكذا كانوا يرددون حينما واضح جدا معارضهم. أو أستاذ أسعد، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة معنا. أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من القاهرة. دكتور أحمد، في كتاب اسمه مستقبل الإسلام السياسي، بحث أمريكي اسمه جراهام فولر، يتحدث، وهذا الرجل كان كذلك عضو عامل في وعمل في وكالة الاستخبارات الأمريكية، يقول أن التجارب الإسلام في السياسي في العصر الحديث والتي وصل فيها الإسلاميون إلى سدة الحكم في بعض الدول لم تتخذ الإسلام الصحيح مرجعية حقيقية، بل جاءت هذه الحكومات كرد فعل على الماضي السلطوي والطاغوتي لتلك البلدان، بمعنى هناك تشكيك في اعتماد مرجعية هذه الحركات الإسلامية حينما وصلت إلى السلطة، وكأنها تنازلت عن هذه وصارت ردة فعل على السلطوية التي سبقت. أنا سأتطرق إلى ذلك، لكن بحب جيب عن صديقنا من القاهرة والأستاذ عبد العزيز حول الموضوع. أنا برأيي مهم جدا، وهو أنه الهوية ومفهوم الوطن، مفهوم فكرة الوطن، وبعدين نتحدث عن علاقة الإرهاب بالإخوان، وإذا سمحت لي أحكي على قضية الأممية اللي بيقولوا عنها الإخوان. أنا أعتقد إشكالية الوطن، كلمة الوطن هو مصطلح حديث جدا، يعني جاء إلينا مع الانتداب، يعني قبل ذلك لم نكن نفهم مفهوم الوطن، صح؟ وهذا مفهوم الوطن هو حديث أيضا على أوروبا، لأنه جاء بعد حرب 30 عاما، الحرب الدينية التي قامت بين الكاثوليك والبروتستان. ولكي أختصر، السبب بأن الوطن نشأ في تلك اللحظة أن تلك البلدان، وهي القضايا اللي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية الألمانية وشمال إيطاليا، كانت يوجد فيها كاثوليك وبروتستانت، واقتتلوا ببعضهم وتحاربوا. الحل كان أنه المنطقة، البلد الذي يوجد فيه أغلبية كاثوليكية يصبح الرئيس منه كاثوليكي، ويحكم حسب اعتقاد، واللي ما عجبه من البروتستانت في هذا البلد أن بهذا الحكم يذهب ويخرج إلى منطقة البروتستانت. وعلى ذلك تشكلت مفهوم الأرض التريتوريال انتجريتي، يعني الأرض المرسومة الحدود، وشعب بيعيش بكيان بفهم معين، ونشأ مفهوم الوطن لحل إشكالية أوروبية. نحن في بلادنا ما عندنا هالإشكالية بالانتداب، كلنا من لون واحد وطائفة واحد، توجد أقليات مسيحية لكنها تتعدى 1-2% تعيش معنا بسلام. إذن مفهوم الوطن هو ليس ضرورة لنا، يعني من الناحية التاريخية بحكي. لذلك عندما جاءت الحركة الإسلامية، وتحدث زميلنا من القاهرة عن حسن البنا، حسن البنا كان في فترة سنة 1928 كانت هناك أفكار سائدة كليا، ليست أفكار ديمقراطية كما يتحدث الآن، كانت النازية والفرانكوفونية بشو بيسموها بإسبانيا، وكانت الفاشية في إيطاليا، وكانت تقوم على فكرة الشخص الواحد والفكرة الواحدة. إذن كان هناك استلهام لتلك اللحظة التاريخية، فلا يمكن أن نحكم على حسن البنا وكل شيء بمنظورنا نحن الديمقراطي الآن، بوعي اللحظة. هذا خطأ يعني حديث. أعود وأقول قبل أتحدث عن الإخوان الأممية، إذا الإخوان عندما يتحدثون أو غيرهم من الحركات الإسلامية على أن هناك أمة واحدة، أنا برأيهم
يعني ليسوا يرتكبون خطأ، هذا من حقهم، هذا من حقهم الحقيقي أن يغيروا قناعات الناس بمفهوم الوطن وينطلقوا إلى مفهوم أوسع، كما هنا يفعلون بأوروبا، يقولون أن الاتحاد الأوروبي أفضل لكم من كل شيء، وأن الاندماج هو الأفضل. الناس رفضت بطريقة ديمقراطية لأنها تحضرت وتمرست في العمل الديمقراطي، ولأن المؤسسات لها هيكلية ديمقراطية قوية لا تخضع لمزاجية الحاكم ولا لمزاجية السلطة العسكرية. إذن عندما يقولون نحن نريد دولة أممية، هذا من حقهم من الناحية الديمقراطية، كذلك من حقهم من الناحية الاجتماعية والفكرية والدينية، لأن هذه الشعوب حضارتها وثقافتها متداخلة، وهم قد يجتمعون بطرق مختلفة، فيدرالية أو أي يمكن يبقوا على مفهوم الوطن ويقوموا بأي تنظيم قانوني آخر. نعود إلى الإرهاب. أنا بعتقد من الخطأ الكبير أن نحمل الأخوان فكرة الإرهاب ونقول والله أنه البغدادي لأنه كان في الأخوان درس أمام الأخوان فأصبح أخوانيا. يعني أنا إذا درست شخص بالمدرسة وأصبح إرهابيا أكون أنا درسته، أنا درسته مبادئ طيبة وهو نتيجة عوامل خارجية، نجيل التفكير السياسي انحرف. والأخوان في كل بياناتهم السياسية، أنا ما بدي أحكم بقى على القلوب كما يقولون نحن نؤمن بالعمل الديمقراطي ونؤمن بتداول السلطة وإلى آخره. في مصر كما استشهد الأخ عبد العزيز، هناك جاء رئيس بانتخاب شعبي وجماهيري، هو استلم السلطة ولم يستلم السلطة عمليا، هو كان بمعنى آخر أنا خدمي معلش يسامحوني الأخوان طرطور في السلطة، وأنا لو محله كنت تركت السلطة. هو كان لا يمون على شرطي أن يذهب إلى الشارع. وهناك كلنا نعرف أن هناك كان سيناريو مختلف في مصر، وهناك كان خلاف بين العلمانيين وشكوك وبعضهم مع الإسلاميين وانزاح من السلطة، لكن هذا لا يغير المعادلة أن هناك عملية غير ديمقراطية حدثت لمصر. أنا قد أجيش كل الناس وتخرج إلى الشارع، هتلر كان يجيش العالم كله، لديه الإذاعة لديه الإعلان، هذا ليس صحيحا. الصحيح أنه يجب أن نؤمن الآن أنه إذا نريد الديمقراطية يجب أن ننشئ دولة محايدة، بمعنى أن هناك جهاز شرطة عسكر لا يتدخل بمزاجية في السلطة يخضع لهذا الأمور، وأن يكون هناك بيروقراطية مدنية قادرة على ضبط العملية، وأن يكون هناك شعب يؤمن بذلك. يعني شعب تتوفر له المعيشة والأمور كلها حتى لا ينحاز إلى واحد دفع له $100 أو واحد $200. إذن أنا برأيي الحركات الإسلامية والحركات غير الإسلامية التي استفادت كثيرا منذ سنة 1955 أو الخمسينات، والحركات اليسارية والعلمانية والقومية تحكم ولم يجذبوا لهؤلاء الناس لا لبنا ولا عسلا. طيب. وعندما استلم الإسلاميون شهرين قالوا أنهم إرهابيون. طيب أنا باختصار ردي على هذا الكلام أنه هؤلاء الإسلاميون حينما وصلوا للحكم لم يعتمدوا على الإسلام الصحيح. طيب. المرجعية الصحيحة للإسلام. أنا أقول لك قول الإمام علي بن أبي طالب يقول عندما كانوا يختصمون حوله تقبل في التحكيم ألا تعلن القرآن، نحن نقول نحن نقبل في القرآن الصحيح أو الدين الصحيح، وهذا يقول لا هذا دين صحيح، فقال أن القرآن كتاب كلام الله بين دفتين ينطق به الرجال، يعني كل واحد بفسر الإسلام مثل ما بده، يعني كلام الله بين دفتين ينطق به الرجال، يعني هو عبي أن الإسلام الصحيح، هو ما رأيه بالإسلام الصحيح وما أدراه بالإسلام، أنا لدي رؤية الإسلام الصحيح، هو لدي رؤية الإسلام الصحيح، المشكلة هو أن أقنع الناس برؤيتي، والمشكلة الثانية هو أن أقدم لهم رؤيتي وتجلب لهم ما وعدتهم من خير وسعادة، وإذا لم يتحقق ذلك فرؤيتي خاطئة وغير رؤية غيري صحيحة، هذا هو الشيء الذي أود أن أقوله. طيب أستاذ عبد العزيز، الآن في العنصر الأخير فيما يتعلق الآن بالسيناريوهات المستقبل مثل هذه الحركات، هل تعتقد أنها تحت ضغط الواقع ستتغير؟ أنت ربما تابعت الإخوان في الأردن أعلنوا مراجعاتهم وأنهم انقطعوا على تنظيم الأم. حركة النهضة في تونس فصلت بين العمل الدعوي وبين العمل السياسي، هناك مراجعات، هل تصدق هذه المراجعات؟ هل تعتبرها مراجعات نتجت عن مراجعة حقيقية للواقع وتدارك ونقد للواقع، أم أنها كما يعتبرها الآخرون مراجعات شكلية انحنال العاصفة الأكثر والأقل؟ طبعا هي واجهت العاصفة، وعاصفة كانت شعبية ضد الحركات الإسلامية أثناء وبعد الربيع العربي، بعد ما اكتشفوا أنه دمار أكثر مما يكون بناء أو تنمية أو حقيقة حكومات تلتزم بخطط تنموية. لكن أرجع بس نقطة مهمة جدا حول العنف والإخوان، أنا أتكلم عن سيد قطب، أكثر الحركات العنيفة تلتزم بخطه، إضافة من أيام حسن البنا
والإخوان لديهم ميليشيا عسكرية ولديهم تدريبات عسكرية، وهذا مثبت تاريخيا بكل الوثائق، الجهاز الخاص تقصد، الجهاز الخاص وغيره، والاغتيالات التي تمت. ولو كان لدى الإخوان أكثر من ذلك سلطة كان انتشر العنف أكثر من هذا. هذا شيء المهم. والشيء المهم الآخر هو أن الإخوان الآن في مراجعاتهم التي تحدثت عنها أيضا هي انتباه. لو لاحظت مراجعات المصريين، مراجعة المصرية الأخيرة لانشقاق الإخواني، انشقوا في الأردن، انشقوا في مصر، انشقوا في كل مكان، أصبح كل شيخ صاحب طريقة، يعني توزعوا إلى درجة أننا لا نعرف من هم الإخوان حقيقة، من يمثل الإخوان هنا أو هناك. هذا دليل على أن هناك انهيار لقيم الإخوان التي التزمت فيها. طبعا هذا الانهيار جيد بالنسبة لرأيي أنا شخصيا، لأنه يؤدي إلى أن يفكر الإخوان في ما هو الصالح وكيف يعدلون من خطهم ومن سيرهم كإسلامويين تجاه الاستجابة لمتطلبات التنمية. وهذه نقطة مهمة، التنمية أغفلوها تماما، فكروا في الأبعاد المقدسة للحياة، حياة المواطن، ونسوا أن المواطن يريد أن يأكل وأن يسكن وأن يعيش مستقر وله. والكرامة ليست في أن أذهب أقاتل الغرب فقط، بل أن أنظف شارعي وننظف بيتي ونعيش حر وكريم داخل عائلتي، وأن يكون أفراد عائلتي لديهم الإحساس بالكرامة، وأن تكون لدي دولة تصون كرامتي وتلتزم بحمايتي وأيضا بالرعاية وأسس الرعاية الأساسية. لذلك فشلوا في عديد من الدول. الأساس الأخير والمهم هو، أعتقد أن تقول سيناريوهات المستقبل، أعتقد أن الإخوان في السير إلى أن يصبحوا لا إخوان. والدليل على ذلك أن جميع الحركات التي تمثلون الآن لا تحمل اسم الإخوان، أحزاب الإخوانية لا تحمل اسم. إضافة أن الضغط التركي، إذا لا تحمل اسم الإخوان، هل يعني بالضرورة لا تحمل أفكار الإخوان؟ لا زالت تحمل، بعضها تحمل أفكار الإخوان، ولا زالت بعضها تتخلص من هذه الأفكار وتحاول تغييرها. أردوغان نفسه سيد الشارع الإخواني ينصح الإخوان بالعلمانية، العلمانية التي يقاتل هؤلاء الإخوان العرب في كل مكان ضدها. فقط حل بسيط جدا هو مثل ما فعل الغنوشي في تونس، حينما أبعد الدعوة عن السياسة، حينما جزأ حركته في أن لا تعمل في أن لا يعمل الدعوي في المحل السياسي، وبالتالي ينجح الأخوان ويستطيعوا أن يلتزموا أولا بالوطنية وبالجدول التنموي وبالتعددية والتوافقية داخل مجتمعهم، وبالالتزام بالعلمانية بأن لا يكون لمقدساته وبين مزدوجين، لأن زي ما قال الدكتور أحمد تفسير الإسلام والتفسير للمقدس يختلف من شخص لآخر. لا يمكن أن أقول الإسلام هو الحل، أي إسلام هو يعني الحل. هل تتوقع أنت أنه الحرب التي خيضت بين مع الديمقراطية كفر وبش كفر ثم بعد ذلك وقع الإنسان قبل رسول، هل تتوقع نفس الشكل سيكون مع العلمانية؟ يعني ستستمر، لأن مع العلمانية سيكون نفس العملية، سيصبح الأخوان أفضل ليبراليين في العالم العربي. طيب سأعود إليكم لكن إلى الدوحة الآن. معي من هناك الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية. دكتور الشنقيطي مرحبا بك، سؤالي إليك حول مستقبل هذه الحركات ذات التوجه الإسلامي أو ما يعبر عنه بالإسلام السياسي. البعض يقول أنها فشلت، البعض يقول أنها لا تمتلك برنامج ولذلك أقصيت عن السلطة. أنت بداية كيف تنظر إلى أسباب فشلها وكذلك مستقبلها؟ هل ستبقى على نفس الشاكلة؟ أين يجب أن تراجع نفس هذه الحركات باختصار لو سمحت؟ أنا أعتقد أن الانطلاق الضمني لسؤالكم من أن الحركات الإسلامية فشلت هو انطلاق غير صحيحة أصلاً بصياغة السؤال. القول أن الحركات الإسلامية فشلت هو قول خصوم ينافسون الحركات الإسلامية على الرأي العام وينافسونها على جهاز الدولة، وهم خصوم يرفضون أن يتحاكموا مع الحركات الإسلامية على صناديق الاقتراع، ويتحالفون مع الجيوش ومع القوة الدولية، ويحرمون الشعوب كلها من الحرية حرصا على حرمان الإسلاميين من الوصول إلى السلطة. الحركات الإسلامية لم تفشل، لأن الحركات الإسلامية لا تزال تكسب الرأي العام بالانتخابات، لا تزال تملأ الشارع وتملأ الفضاء الإلكتروني، لا يزال صوتها هو الأعلى، ولا تزال هي الأقوى والأصلب في مواجهة الاستبداد والنفوذ الخارجي. أي فشل هذا؟ هي لم تحكم حتى يحكم عليها أنها فشلت في الحكم أم لا. أما أن تحرمني من الوصول إلى السلطة بناء على اختيار شعبي ثم تقول إني فشلت، هذا جزء من الحرب النفسية والإعلامية
وليس رأيا نزيها، هو أبعد ما يكون عن النزاهة في طبيعة الحال. فيما يتعلق بمستقبلها، هذه الحركات هي خيار شعبي في نهاية المطاف، ما دامت تعبر عن نبض هذه الأمة وحرصها على الحرية والكرامة وتمسكها بهويتها ومكانتها بين العالمين، فهي ستبقى. هي ليست تنظيمات مفصولة عن مجتمعاتها، هي حركات اجتماعية تنبع من أعماق المجتمع وتعبر عن نبضه. الذي يحارب هذه الحركات في النهاية هو يحارب الشعوب. وإلا فلماذا لا يرضى، إذا كان يعتبر أنها حركات فاشلة ومعزولة، فلما لا يرضى بالتحاكم معها إلى صناديق الاقتراع؟ لماذا بدل من أدلجة موضوع العلمانية والإسلامية، لماذا لا نترك الشعب يحكم؟ يريد حزبا إسلاميا أو يريد حزبا علمانيا؟ الإسلاميون لم يمنعوا حزبا علمانيا من الوصول إلى السلطة بالاختيار، فلما لا يرضى العلمانيون بوصول أحزاب إسلامية باختيار؟ في نهاية المطاف الجدل الإيديولوجي ليس هو المشكلة، المشكلة هو مصادرة خيار شعوب برهنت على أنها تثق في هذه الحركات الإسلامية وأنها ترضاها كلما وجد مسار ديمقراطي نزيه وحر في البلاد. طيب العربية. دكتور الشرقيتي، كيف الرد إذن على من يقول، طبعا هذا دائما الخصوم، أن هؤلاء الإسلاميون لا يملكون برنامجا في الحقيقة، يملكون مشاعر وعواطف، وانتخبهم الناس يعني على اعتبار أنهم يتحدثون بالإسلام أو يستعملون أو يوظفون الإسلام، ولم ينتخبهم الناس على اعتبار برنامج فعلا يقدم، ليس لهم البعض يقول برنامج لا تنموي ولا اجتماعي ولا أي شيء. كيف الرد على هذا الكلام؟ التهمة باستخدام الإسلام هي حكم على الضمائر والسرائر وليست حكم على برنامج سياسي. كل من أراد أن يرفع شعارا فله الحق في ذلك وأن يقدمه للناس، والناس هم الذين سيحكمون على مدى صدقه وصدقيته. هنالك من يخدم الدين وهنالك من يستخدم الدين بطبيعة الحال، والأنظمة العربية العلمانية هي أشد الأنظمة استخداما للدين. أليس كل زعمائنا يلقون خطبا ليلة بداية رمضان وإن لم يصوموا؟ أليس كلهم يحضرون صلاة العيد حتى ولو لم يصلوا الفريضة؟ هؤلاء أكثر استخدام للدين من أي حركة إسلامية. لذلك التهمة باستخدام الدين ليست مهمة أصلاً، المهم هو أن تحكم على البرنامج. هذه الحركات قدمت برنامج، الحركات الإسلامية التي حكمت، الحزب الإسلامي، القوى السياسية الإسلامية في تركيا بنت دولة متطورة، الحركة الإسلامية التي نجحت في انتخابات في مصر وحكمت 9 أشهر قدمت برنامجا اقتصاديا وسياسيا واضحا قائم على أساس أن المصريين يأكلون من ما يزرعون ويتداولون مما يصنعون وأن يستقل قرارهم السياسي، وما انقلب عليهم الجيش والقوى الدولية المظاهرة له إلا لأنهم يستطيعون برنامج سياسي. نعم، واضح واضح جدا. دكتور محمد المختار الشنقيتي أستاذ الأخلاق السياسية كنت معي من الدوحة، شكرا جزيلا لك. جلالي إليك الآن، كيف الرد كذلك ونحن نتحدث عن المستقبل لهذه الحركات والمراجعات؟ في النهاية هي أحد أهم العناصر الإيجابية صحة العبارة للبقاء على الحياة. يقول إن كل المراجعات شكلية، ما هي إلا تراجعات تكتيكية حدثت تحت ضغط السياق والواقع الإقليمي دون وجود أي تغيير حقيقي في الجذور الفكرية والتنظيمية لهذه الحركات. إنه لجوء للتكيف مع الواقع تحت زعم التغيير. كيف الرد؟ الحقيقة على كل حال أنا سأبدأ في التفاعل مع هذا السؤال من خلال التفاعل مع الأستاذ عبد العزيز الذي أتفق معه في الخلاصات وأختلف معه في التفسير. الحركات الإسلامية، أنا عندما قلت أن التيار الإسلامي هو تيار اجتماعي كبقية التيارات، يخطئ ويصيب، فيه نقائص كثيرة تحكمه نزاعات أحيانا شخصية وأحيانا ثقافية وأحيانا سياسية، وبالتالي يسري عليه ما يسري على الحركات، لأن هنالك محاولة أحيانا لإظهار أن هذا التيار كان قديس أو تيار طهوري لا يخطئ وإنما معصوم، لا، وإنما هو تيار اجتماعي كبقية التيارات. الأمر الثاني، وهنا الاختلاف عن التيارات الأخرى في وجهة نظري أنا، أنه هذا التيار تيار حيوي، كائن يعني حي وحيوي، يعني له القدرة باستمرار على التجدد والتجديد والتجاوز أيضا. والدليل على ذلك نحن نرى هذا التطور الذي تعيشه الحركات الإسلامية والديناميكية.
التيارات اليسارية والقومية، خاصة عندما نتحدث عن التيارات اليسارية، يعني استمرت لعقود لا مراجعات، لا نسمع لا بمراجعات ولا بنقد ذاتي، حتى انقض يعني انهار عليها حائط برلين وهي لا تزال مستعصمة بمقولات ماركسية لينينية جامدة. الحركات الإسلامية في تقدير تيار اجتماعي متجدد حيوي باستمرار يعني يستجيب لتحديات الواقع، وأكبر دليل على ذلك أنه يعني باستمرار يعني يحظى بثقة الشارع كلما ذهبنا إلى صناديق الاقتراع في اقتراعات حرة ونزيه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه الحديث على أنه التطور يأتي تحت الضغط، هو أصلا فكرة التطور هي نتيجة التطور كمفهوم، هو نتيجة عوامل داخلية وخارجية تفاعل يعني. نعم. وبالتالي الحديث على أنه التطور جاء نتيجة أو التغير جاء نتيجة ضغوطات داخلية وأخرى خارجية هو في حد ذاته عبث، لأنه هذا هو التطور. التطور لا يأتي هكذا عبثا، يأتي قراءة في الواقع وضغوطات داخلية وخارجية تجعل الكائن يتطور حتى يتأقلم ويتكيف ويستجيب للمحيط فيصبح جزء منه بطريقة إيجابية. الأمر الثالث هو الحديث على فشل الحركات الإسلامية، حديث الحقيقة فيه كثير من التجاوز. نعم، أخفقت، فيها كثير من الضعف، فيها كثير من الأخطاء، ولكن لا يجب أن نعتبر أن نصورها على أساس أنها حركات لا تخطئ أولا. ثانيا، الحقيقة أن هنالك بعد أيضا مضيء في تجارب الحركات الإسلامية. تجربة تركيا لا أحد يستطيع اليوم يقول أن والله تجربة تركيا تترنح، رغم أن الكثير صفق لتراجع العدالة والتنمية في الانتخابات قبل الأخيرة، ولكن عاد واسترجع ثقة الشارع بل بأغلبية يعني ساحقة. كلما ذهبنا إلى صناديق الاقتراع في العالم العربي إلا وحظي هذا التيار بثقة الشارع. في المغرب تجربة فريدة متميزة حقق فيها العدالة والتنمية الذي يعني يقود الحكومة نتائج اقتصادية واجتماعية لم يقدم عليها حتى يعني القوى التي تقدم نفسها باعتبارها تقدمية حداثية يمكن أن تخلق تنمية واقتصاد. الأمر الثالث في الحقيقة هو أنه يعني الرابع هو أنه المشهد العربي في أي دولة عربية بالتأكيد في تقديري، و التيار الإسلامي فيه جزء من المشهد، الحالة في تلك البلد هي أفضل صحيا، يعني أقول أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وعلى مستوى الاستقرار من بلد يقصي هذا التيار، لأنه يقصي جزء من قوى يعني مجتمعية. أكبر دليل على ذلك الحقيقة حتى نكون منصفين ونزاهر، يعني لأنه قيل فيها الكثير تجربة الإخوان في مصر، تجربة هل نستطيع اليوم أن نقول أن مصر اليوم أفضل من السنة التي حكم فيها مرسي رغم ضعفها ورغم الأخطاء التي ارتكبت فيه؟ بالتأكيد لا، على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستقرار وعلى مستوى احترام الحريات. ليس هنالك يعني شخص واحد يعني في السجن بسبب آرائه السياسية أو الفكرية، بينما للأسف الشديد بسبب هذا الانقسام، أنا أقول هذا الانقسام وهذه التجربة التي اختارت أن تقصي الأخوان، البلد يعيش حالة من الهشاشة. طيب. ومؤسف أن تكون مصر خارج المشهد العربي بسبب هذا الوضع. حتى نقص دكتور نفس السؤال عن مستقبل، ونحن في نهاية الحلقة، عن مستقبل هذه التيارات الإسلامية الحركات الإسلامية. أنا أعتقد يعني اللي قاله عبد العزيز حول يعني إشكالية كبرى حول الدعوة ودورها في السياسة، الدعوة الدينية ودورها في السياسة، واللي قاله زميلنا من قطر الشنقيطي حول أنه لم تفشل الحركات الإسلامية، أنا بيعلق على هالنقطتين. أنا أعتقد مهما نجحت الحركة الإسلامية في المغرب أو في تونس، الإشكالية تبقى كيف نفصل الدعوة عن السياسة. أنا برأيي في الفكر الإسلامي وفي الشريعة وفي فهم جماهير الناس هذه الإشكالية غير مفصولة على الإطلاق. أنت لا تستطيع أن تأتي بمبادئ وتفرضها على الناس، الناس تفرض عليك خاصة الآن في العمل الديمقراطي مبادئها، الناس كلها تقول لك أريد أنا تطبيق الشريعة، يا أخي أنا أريد أن كذا، الأكثرية الساحقة من الناس تأتي وتقول لها لا أريد بذلك. يعني هلأ
هذه الإشكالية أنا برأيي كما يقولون المفكرين الإنجليز أنه لا تحافظ على الشيء القديم، أنت لا تغيره، أنت تجدده لكي يبقى كما هو، تجدده لكي يبقى كما هو. يعني عندك شباك من القرن التاسع عشر بدك تغيره، بقول لك لا ما تغيره، رجعه مثل ما كان. أنت ما راح تجيب نفس الخشب مثل أيام زمان، راح تجيب خشب جديد، راح تجيب عامل جديد، بس بترجعه مثل ما كان. فالضمير الجمعي لدى المسلمين أن هناك كانت عدالة في السابق في الماضي، وأن الإسلام هو الذي يأتي بالعدالة الاجتماعية، ودائما يتحدثون عن عمر وعن كذا، وهذه العدالة مطلب جماهيري وليس في تصورهم هذه الجماهير سوى هذه المرحلة. لذلك عندما يأتي حزب إسلامي ويقول أنا سأعيد للإسلام مجده، هو التصور لدى الجماهير العدالة، الحرية، المساواة، العزة، الأنفة، الكبر، وهذا حق. لذلك أنا أعتقد أن هذه الإشكالية يجب أن تعالج بطريقة دقيقة جدا، وليس بالطريقة التي نراها الآن بتسويات بين علمانيين وبين إسلاميين، هي على مستوى فكري. المسألة تحديد الفشل أنا برأيي كما هو قال لم يفشل، هو بدك تحط عوامل للفشل. يعني إذا بدك تحدد فشل بدك تحط كريتيريا، لماذا فشلوا ولماذا لم يفشلوا. أنا برأيي هم لم يفشلوا وفشلوا بنفس الوقت، يعني هم لم يفشلوا لسبب معين، أن العملية الديمقراطية لم تسمح لهم، يعني بنية الدولة والبنية الداخلية والخارجية والوضع الاقتصادي المجري للناس لم يسمح لهم بأن يستمروا في العملية الديمقراطية. لكن هل هم فشلوا؟ أنا أعتقد لا، لم يفشلوا على الإطلاق، هم لم يفشلوا، لم تعطى لهم الفرصة ليستمروا. لكن هناك مخاوف، إذا أعطيناهم الفرصة، وكولنا نحكم على القلوب، في هناك مخاوف إذا أعطيناهم السلطة ومسكوا مفاصل الدولة كيف نزيلهم؟ أنا برأيي هذه الإشكالية، أن نبني دولة حيادية بكل معنى الكلمة، وأن نبني جماهير واعية، لأنه لا يمكن أن تسمح لرجل في العالم العربي الآن أن ينتخب. في لبنان تدفع للواحد، أنا خذ من تجربتي، سألت لماذا تنتخب فلان فلاني، قال يا خيي أنا إذا جيت على البرلمان، إجا على البرلمان هو أو غيره، شو راح استفيد؟ إذا دفع لي 500 وهداك تبع 700 بياخذ 700، لا استفيد أكثر. هذا الواقع الجماهيري في العالم العربي. نعم. ويجب نعم. أن نركز عليه. تفضل، عندك ملاحظة أستاذ عبد العزيز. عندي ملاحظة أن الحركات الإسلامية نحكم عليها أنها حكمت في تركيا ولا حكمت في المغرب، أول شيء التجربة التركية تختلف تماما عن ما نتحدث عنها. ليست حركة إسلامية بحتة، بل حركة علمانية تستفيد من الإسلام، وهذا جيد بالنسبة للتجربة التركية، ونجحت لأنها التزمت بأجندة تنموية ولم تلتزم بأجندة إسلاموية عقدية فكرية. لا، لم تذهب للشارع بهذه، ذهبت لتنظف الشارع ولتوجد وظائف ولتعمل لصالح الشعب، فذلك نجحت. وهذا برنامج اقتصادي من أيام أردوغان كان عمدة لإسطنبول. هذا واحد. ثانيا، ننسى أن هناك إسلاميون يحكمون في دولة ويديرون هذه الدولة، وهي سبب بلاء الأمة العربية الآن، وهي إيران. لماذا نفرق بين السنة والشيعة في الطرح؟ هي حركة إسلامية في النهاية، إيران من يحكمها إسلاميون، فبالتالي يجب علينا أن نرى أيضا كيف يمكن أن تصل الحركة الإسلامية حينما تحكم بتفرد. في إيران لما سقط الشاه كانت هناك حركات مختلفة قومية ويسارية وإسلامية تعاونوا مع بعض، وبالتالي صادر الخميني وحركة الإسلامية الحكم وأدار الدولة كما نراها الآن، والشعب الإيراني يعاني معاناة كبيرة جدا. والشعب العربي أيضا يعاني من إيران كثيرا بسبب هذه الخروقات التي تحدث. بالتالي نرى أن الأيديولوجيا الإسلاموية الضيقة، ضيقة الأفق، الغير ملتزمة بمصالح المواطن البسيط، والتي تبحث عن المقدس فقط في إدارتها للحكم، والتي تريد أن تستأثر بالحكم فقط، طيب، والتي لا تؤمن بالتوافق، هي سبب البلاء. جلال، يعني هل من كلام دكتور أحمد والأستاذ عبد العزيز، هل يمكن في النهاية القول أنه إذا وصلت هذه الحركات الإسلامية ذات المرجعية الإسلامية لغير ذلك إلى الحكم، لابد لها أن تتخلى وقتها عن شيء اسمه إيديولوجيا؟ بمعنى أنه لاحظنا في المغرب على سبيل المثال، لم أقول ذلك، لا، سؤالي هذا، يعني في المغرب حتى من يعارض العدالة والتنمية لم يعارض باعتبار هؤلاء إسلاميون، يعني هذه العبارات غير موجودة في المغرب. لغة الخطاب بين كل الأحزاب تتحدث عن مشاريع، عن برامج، ليس هناك الخطاب الإيديولوجي في المغرب، غائب. لما تروح إلى تونس حاضر وبقوة، كذلك في مصر حاضر الخطاب الإيديولوجي وبقوة بين الفرقاء السياسيين، في المغرب ليس حاضرا. لماذا بتقديرك؟ هل ترى
هناك والذي يدير اللعبة السياسية. هل وجود الملك ولا وعي كذلك طبقة السياسية هناك؟ يعني هو الحقيقة ما زالت هنالك أزمة نخبة في العالم العربي وهي التي تحيل على هذا الانقسام، لأنه الأفق الأيديولوجي هو الذي لا يزال يحكم. وأنا لذلك اتفق مع الأستاذ عبد العزيز عندما قال إنه الحركة الإسلامية فعلا تحتاج إلى، أنا لا ألغيها وإنما هي مطلوب منها أن تتطور، هي بصدد التطور والتجدد. أنا أصلا أعتبر أنه لابد لهذه الحركات أن تمر إلى طور جديد، طور ما بعد الإسلام السياسي. يعني انتهت من مهمة في تقديري حققت فيها أهداف كبيرة، وهي فكرة الدفاع عن الهوية والمرجعية الإسلامية، كانت كأنها مهددة في العالم العربي، خاصة مع إلغاء ما يسمى بالخلافة الإسلامية في 1923. يعني الحركات الإسلامية ليست معنية بالدفاع عن الهوية، تريد أن تقول؟ هي الهوية ليست مستهدفة في تقديري اليوم. طيب، يجب أن تمر إلى مرحلة اجتماعية، ما يسمى بالإسلام الاجتماعي، الاهتمام بقضايا البطالة، قضايا التنمية، قضايا الاقتصاد، بنية تحتية للدول. أنا لا أريد أن أدمغ الحركات بأي تسمية، ولكن أنا أعتبر أنه هنالك قضايا في الواقع ملحة على الحركة الإسلامية أن تكون على رأس أجندة. طيب، حتى أختم معك، أختم معك أنت. اولا الحكي عن الحركات الاسلاميه مستاثره بالشارع وغيره، انت تتكلم عن 1438 سنه من الفكر الاسلامي المتعمق داخل المجتمع، لا يمكن ازاحته بسهوله. هذا واحد. لما تقول الحركات الليبراليه ضعيفه ولا تستطيع القدوم، الحركات الليبراليه جديده حتى في الغرب لا زالت تعاني، فبالتالي تحتاج وقت. ننتظر للجميع، ننتظر اولا ان يتخلص الاسلاميين من الايديولوجيه تبعهم، وايضا ان يكون الليبراليون اكثر فهم للتقاليد وعادات المجتمع وثوابته. هو أنا استغرب من كلام يقوله الأستاذ عبد العزيز وهو سعودي، يعني فهذا لأنه عادة لا نعرف جيدا. تفضل. هي الإشكالية الكبرى عندما تحدث أنه عن الإسلام السياسي، أنه الإسلام السياسي كما قال زميلنا جلال أنه إلى ما بعد الإسلام السياسي، ما في شيء اسمه ما بعد الإسلام السياسي. الإسلام السياسي، عندما إسلام سياسي هناك مشروع في مخيلتي أنا الآن أعرف. إذا بتقول لي أنت مسلم سياسي بقول لك أنا بعرف شو بدي، يعني في عندي مخزون ثقافي من 1440 سنة يعني كله لدي، يعني ما فيني أتخلص منه ولا بدي أتخلص منه، هذه هويتي. والهوية هي التي تصنع الشعوب. بس لا، الهوية هي أساسية في كل أمة. يعني أنت الآن انظر إلى بريطانيا، تريد أن تخرج من أجل الهوية. اسكتلندا تريد أن تضحي بمصالحها الاقتصادية من أجل الهوية. الهوية مهمة جدا في بناء الأمة. الشغلة الثانية اللي بدي أقول عليها وهي أساسية أنا برأيي، واللي حكى عليها الأخ عبد العزيز، أنه دائما نحن بنقول الليبرالية والليبرالية عندما تتحدث عن شعوب مثل الشعوب العربية، هي أنك أن تفصل الدين عن السياسة، وهذا خطأ كبير. الدين له رؤية في الاقتصاد، الدين له رؤية في الاجتماع، الدين له رؤية في العلاقات الاجتماعية، الدين له رؤية في الزواج. هذا دين، هذا جزء من منظومتك الفكرية وتكوينك السيكولوجي، لا يمكن أن تعزله. إذا تأتي حزب وأنت لذلك حزب شيوعي وبدي يمشي بالعالم العربي، ما بيمشي. انظر إلى تاريخ الحزب الشيوعي عندما كانوا يحكمون بالقوة، يعني انظر إلى حزب البعث ما مشي أي شيء. لا، يعني تريد أن تقول الليبرالية لنادي لها عبد العزيز لا مستقبل لها في العالم؟ ليس لها مستقبل على الإطلاق، لأنها ليبرالية تستجيب لحاجات مجتمع بريطاني. لو عندي وقت أو غربي أشرح لك كيف تطورت هذه الليبرالية. تطورت مجتمعات الإسلامية الآن تتجه إلى التحرر والانفتاح. لحظة، في إطار السياسي مصطلح تحرر، شو يعني تحرر؟ يعني اصلاح، شو يعني اصلاح؟ بدنا نفكك هذه المفاهيم ولا نوع من مشاكل. يعني عندما تقول تحرر العقل يتجه الى اوروبا انه حريه وكذا، لا ليس كذلك. يعني هو سمير بربع دقيقه لانه انتهى الوقت. بصراحه نتحدث، يعني احنا متفقين، ولكن نتحدث عن اجتراح تجربه جديده لا تستعيد الماضي، لا ليبراليا، لا ليبراليا ولا يساريا ولا هذا الأفق الذي نحن بصدده. يعني عبد العزيز هو ضد الأممية، يعني ضد الأممية، يريد الوطنية والفكر. أنا مع الوطنية فقط. نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا، الأستاذ جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، الأستاذ عبد العزيز الخميس الإعلامي السعودي، الدكتور أحمد عجاج الأكاديمي والباحث. شكرا جزيلا لكم.
شكرا موصول إليكم طبعا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا الأسبوع القادم في ندوة مغربية أخرى. لذلك الحين لكم مني ومن كل الفريق العامل تحية طيبة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.